دكتور سمير، يعني في كلمة قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة، قال أن يمكن الميزة الوحيدة اللي موجودة في الأزمة أنها فرضت علينا الحل. فرض الحل أعتقد أنه بدأ من عند الحوار الوطني، ومن عند الحوار الوطني في مرحلته الأولى ثم في مرحلته الثانية اللي حضرتك بتشارك فيها بشكل فعال. تقول لنا هذا الحل المفروض عامل إزاي علينا؟ طبعا المشكلات الاقتصادية اللي مرت في العالم وأثرت على مصر كان ليها فعلا حتمية التفكير في حلول جذرية لمشكلاتنا في الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري يمكن دائما كان بيعاني من مشكلات طويلة، يعني الخلل في ميزان التجاري هو مشكلة قديمة حديثة مزمنة. مزمنة. الخلل في ميزان المدفوعات، ما عندناش سنة في تاريخ مصر الحديث حصل عندنا فائض في ميزان المدفوعات، دائما عندنا مشكلة ديون، لأن عندنا احنا فائض أولي الحمد لله. الفائض الأولي ده موضوع آخر، ولكن طبعا ده كان له أسباب تاريخية. سيادة الرئيس اتكلم عن ده في كثير من اللقاءات في السابق، إن مصر كانت دايما ما بتكونش محظوظة في عوامل التنمية. جالها مرحلة من الحروب لما دخلنا في 67، كانت بعد تجربة لإنشاء قاعدة صناعية، وكان فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في انه يتجه الى الصناعه والى احلال الوارد وصناعه كل شيء، وجت 67 قضت على التجربه، وجه الرئيس السادات تحول الى الانفتاح، اتقابل بمعوقات كثيره وعقليه اشتراكيه، ودخلنا في مرحله حكم الرئيس مبارك كانت مصر في حاله استقرار الى حد ما غير حقيقي. اقتصادنا ما كانش قوي، ما كناش بنوصل للاكتفاء الذاتي من حاجات كتيره جدا، وقدرنا نتخطى 2011، لأن 2011 كانت مربك ضخم جدا عشان نقف وقفات حقيقية في تاريخ مصر الحديث اقتصاديا. 2011 كان ليها أثر سلبي كبير، خروج الاستثمارات الأجنبية، عدم الثقة في الأجهزة في مصر، كانت مصر كدولة كبيرة ودولة محورية اللي حصل فيها كان شيء عمل قلق لكل المستثمرين في العالم. لما حصل الاستقرار في 2014 وعادت الدولة المصرية، كنا شايفين إن احنا بنعمل معدلات تنمية، إن احنا شغالين في طريق إصلاح. 2016 إصلاح مع صندوق النقد الدولي، إلى أن جاءت المربكات، الجائحة وحرب روسيا وأوكرانيا، ده اللي خلى فخامة الرئيس يقول أصبحنا في حاجة إلى إصلاح حقيقي. وحتى سيادته قال إن احنا محتاجين الحوار الوطني في المرحلة الثانية يكون أكثر فاعلية ويركز على وضع خطوات لتنفيذ الحلول، لأنه كمان أشار إن الحلول مش فكرة. الناس أحيانا بتقول أفكار في الاقتصاد كثيرة، ولكن لما يأتي دور المنفذ إنك تنفذ الفكرة دي في معوقات كثيرة للتنفيذ، حتى ده عايزين نناقشه. نعم. في مرحلة الحوار الأولى كنا بنتكلم دايما في حلول لونج تيرم وميديوم وفيها استراتيجيك فيجن، في حين إن الأزمات كانت طاحنة وآنية. وآنية. نعم. فعلشان كده انطلاق الجلسات في النسخة الثانية من الحوار الوطني غدا، ده بكرة إن شاء الله، من بكرة بإذن الله، هتكون لمناقشة المشكلات الحالية وحلول سريعة وناجزة. نعم.